سيد عطيه بن عبد الله الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نشكر بعد شكر الله عز وجل الشيخ عياض بن مطر على هذا التكريم الذي يرفع الرأس لعموم الجميع. نحن بسيط إن كان الصوت لا يساعده. الليله المعذبه كسر سهيل الحصان ومجود ساسا ومجود بيتها والمجيد بارسا ومجود بالعنان ما تمشي الا تصل سهيل الحصان ومجود انساسها ومجود بيتها ومقيدها بالرسم ومجودها بالعنان ما تمشي الا مع ناس على صيدها. سلام يا المحفل اللي كلها المهرجان بين المحافل يا ذكرى تعديتها. بحفلك يا الشيخ عيضه يا نصيح النساء انت اهدران القبيله وانت توليدها أنت أهدرانا القبيلة وأنت وليدها وأنت أهدرانا يا جار الدهر والزمان شيخك من فوق سطح الكون عليتها فيك الصفات الحميدة والله المستعان فيك الصفات الحميدة والله المستعان تعين وتعاون العالم بحاجاتها من بيت معروف من بين القبائل مكان من بيت معروف له بين القبائل مكان ذوي مطر تنعرف للناس وجباتها يهل السيوف الحجار ويهل رمح وسلام من يوم ذيك السنين ويوم شداتها الضيف يا القلقرة بهلالكم والسمان الجهال ما تختلف طلوق عاداتها بيت المجود على سيسان والهبيان معروف مع كل خلق الله علاماتها يهل المواقف يا عمسة تشد البطان في شبركم تبني النخوه علاماتها والشافعي ولا التقدير والامتنان مسائل الناس ما ياخذ زلاتها والليل هيكل من يفازها الامتحان دور النشامه تشرفنا شهاداتها من دون حجة فلان ودون كلمة فلان أنتم صروح المعالي ثم ساداتها أفلأ تهديكم أمر الورد والزعفران أنتم حصون الجميلة وأنتم حماتها بل علم والفهم كل له مكان وشان قدوة شباب الوطن والدار وثقاتها ونحمد الله زاد العلم فينا وزان شبابنا ما توقفون هجواتها وما دامت بلادها مثلا عندها امن وامان يا الله تحفظ ديار وتحفظ عاداتها وختامها من ذكر ستة بشر ما يهان شفيعنا من لها اظهار ضباطها سلامتكم.